بعد أن كانت محاولات فردية تتصدر المشهد السينمائي السعودي، قفزات نوعية ومتسارعة حققها قطاع صناعة الأفلام ليصبح المشهد أكثر وضوحاً. هذا ما كشف عنه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان في حوار مع موقع سوليود، مؤكداً أن الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الأفلام يمثل أحد أهم الروافد الثقافية والاقتصادية للمملكة في ظل رؤية 2030. وزير الثقافة أوضح أن تمكين المواهب السعودية من رواية قصصهم الثرية بأنفسهم تعزز من خلال فتح مسارات أكاديمية في الجامعات المحلية تخرج كفاءات متخصصة بصناعة الأفلام، إضافة إلى ابتعاثات وزارة الثقافة لأهم الجامعات العالمية والبرامج التدريبية التي تغطي مهارات التمثيل، الكتابة والإخراج وتمويل الأفلام السعودية. وفي سياق حديثه بيّن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أن تأسيس صندوق استثماري سعودي في قطاع الأفلام بقيمة 375 مليون ريال في مهرجان كان السينمائي مؤخراً جاء للمضي بالقطاع الواعد نحو العالمية، بعد أن اكتسح الإنتاج السعودي منصات العرض العالمية محققاً إيرادات تفوق التوقعات في شباك التذاكر المحلية وتجاوباً عالياً في ردود الفعل الدولية. وتابع وزير الثقافة أن حزمة من الحوافز أعلنتها هيئة الأفلام استفاد منها ما يزيد عن 18 فيلماً طويلاً وقصيراً بقيمة تقارب 40 مليون ريال، كما دعمت الهيئة إنتاج أعمال سينمائية دولية. واختتم وزير الثقافة حديثه بأن النمو المتسارع في البنية التحتية أسهم في جذب نجوم هوليوود لتصوير أفلامهم على أرض المملكة والعديد من المشاريع السينمائية. إرث ثقافي وتنوع طبيعي وعمق حضاري، مقومات غنية تمتلكها المملكة تجعلها مؤهلة لتكون وجهة عالمية لصناعة الأفلام في قلب الشرق الأوسط.